السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ولادة مستعصية لحكومة ميليشياوية في العراق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. 2003 إلى 2021، يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل الدخول في الحلقة مشاهدينا، نود التذكير أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1 شباط فبراير هذا الشهر، وسينتهي أو يتوقف العمل بنظام SD اعتبارا من تاريخ 28 شباط فبراير من نفس الشهر. لذا مشاهدينا الكرام، لمن يشاهدنا الآن من خلال شاشة صغيرة أو شاشة غير مكتملة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى عن طريق إدخال تردد القناة 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات كما يظهر أمام حضراتكم على الشاشة، ويعيد ضبط جهاز الاستقبال على نفس التردد، وستظهر له قناة الرافدين ببث HD بصورة كاملة. مشاهدينا الكرام، أثبتت التجارب أن الانتخابات في ظل نظام فاسد لن تغير من الحقيقة شيئا، خاصة وأن هؤلاء الفاسدين بيدهم القضاء والأمن والدعم الدولي. وبالتالي واهم من يظن أن فاسدا يمكن أن يتنازل عن حكم ضمن له مالا وسلاحا وسلطة بهذه البساطة. بعد الانتخابات الأخيرة التي قاطعها معظم أبناء الشعب العراقي، بدأ التصعيد والصراع الميليشياوي من أجل الحصول على أكبر كم ممكن من الامتيازات، إذ ظفر التيار الصدري برفقة المحسوبين على السنة بحصة الأسد من التزوير الذي كان لصالحهم على حساب ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات الولائية وباقي أحزاب السلطة الفاسدة. هنا بدأ التصعيد بين قتل وحرق واستعراض مسلح وتصعيد إعلامي طائفي وغيرها من الوسائل للضغط باتجاه الحصول على قطعة من كعكة العراق المنهوب. شهدت محافظة ميسان تصعيدا بين ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر وبين ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي، حيث تم اغتيال الرائد في شرطة محافظة ميسان حسام العلياوي والتابع لميليشيا العصائب، وهو أيضا شقيق القيادي في العصائب وسام العلياوي. أشارت المصادر إلى أن الطرف المسؤول عن اغتيال الضابط هي ميليشيا السرايا. في المقابل، اغتال مسلحون تابعون لميليشيا العصائب في محافظة ميسان عنصرا من ميليشيا السرايا يدعى كرار أبو رغيف، وهو ابن شقيق القيادي في السرايا أيضا عديل أبو رغيف. هذا التصعيد أجبر الميليشيات على الخروج بتصريحات للتهدئة، حيث قال الصدر إن التيار والعصائب أخوة وإن اختلفوا في أمور سياسية. في المقابل، رد الخزعلي بطلب التهدئة أيضا، وصرح هادي العامري زعيم ميليشيا بدر مطالبا الطرفين بالتهدئة. هنا نتساءل مشاهدينا الكرام، ألم يكن على حق الشعب العراقي
عندما قاطع الانتخابات التي يتواجد فيها الصدر والخزعلي والعامري سوية، ألا تثبت تصريحات هؤلاء وخوفهم على بعضهم أن من يدعي الإصلاح منهم يضحك على نفسه أولا قبل غيره؟ هذه جزء من الأسئلة التي سنطرحها، هناك مجموعة من التساؤلات سنأتيكم بها إن شاء الله في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. نبدأ باستقبال اتصالاتكم. معنا اتصال السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد إذا سمحت لي، شوف الشعب العراقي انتصار بيش انتصر عليهم. انتصر ما طلع انتخب. نعم. بعم ذولا لأن يدري بيهم فاشلين. ليش هو الصدر؟ مو من تأسس من 2003 لحد الآن هو جماعته موجودين. اللي سووه شنو؟ اللي سووه الشعب شنو يا أستاذ محمد الله يخليه؟ شو تأجير قتل؟ ليش جماعته وين كانوا؟ مو كانوا يقتلوا على الهوية؟ يعني غلطان أستاذ محمد. هاي الميليشيات ما تخلص بشغلة واحدة. نهوض الشعب العراقي ينخب، الشعب العراقي ينخب. لأن يدري بيهم فاشلين دولة. احنا استاذ محمد ماكو حكومه. ما تصير وتشوف بكيف هالميليشيات. سيد ابو عراق، اريد اسال حضرتك، يعني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال ان هناك من يريد اشعال حرب شيعيه وتهديد السلم الاهلي جنوب العراق. اولا، الشعب العراقي مو اثبت انه هو شعب متوحد وشعب متكاتف في ثوره تشرين وغيرها من المواقف الاخرى الوطنيه. وأيضا سؤال آخر، من الذي يملك السلاح ويملك القدرة على إشعال الصراع والحرب الأهلية غير هؤلاء الأحزاب اللي موجودة في وسط وجنوب العراق؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي، بالنسبة إشعال الفتنة اللي يقول بها الصدير، هاي بيناتهم على مناصب يا أستاذ محمد، كل واحد حاطة ميليشيات وعصابة. نعم. عصابة وياهم بيناتهم. الشعب ما يتدخل فيه، ما له شغل بالشعب. نعم. الشعب متوحد استاذ محمد. نعم. ابن البصره، ابن العماره، ابن الانبار متوحدين عمي. نعم. يلعبون على هذا الوتر هاي بيناتهم، هم كل واحد عنده هسه ميليشيات وعنده عصابه، وبيناتهم على والله شيعيه شيعه. لا عمي لا. ما لكم شغله. هذا الحكي ما احنا يمه. عمي الشعب متوحد. هاي عصابات بيناتهم لتدمير الشعب. الله وكيلك سنة وشيعة السياسيين كلهم فاشلين. كلهم جايين لتدمير هذا الشعب هذا. بس ان شاء الله بالاخير استاذ محمد ولا صوت عليه. الشعب ينتصر، ما زول على حق ينتصر عليهم. نعم. وانا اشكرك اخوي. شكرا سيد ابو عراق من الفلوجة. عندنا رسالة من إحدى المشاركات، أنا حقيقة ما أفهم يعني هي شنو اللي دا تقصده من هذه الرسالة، لكن دا تقول نعم مناسب، هو ساعد الكثير من الناس، هو رجل بالمعنى وبالفعل. أنا ما أقصد، ما دا أفهم من تقصد، أتمنى أنه توضح لنا في الرسالة من الذي تقصد بهذا الوصف، وإذا كانت هناك القدرة لمشاركة بالاتصال فلتتفضل. عندنا رسالة أيضا من أحد المشاركين يقول، سيد أحمد من مصر من المحلة الكبرى، السلام عليكم أستاذ محمد المحترم، دولتان يحبهما الشعب المصري العراق أهل طيبة وكرم وشعب لبنان. وبالنسبة للفوضى في محافظة ميسان سببها ميليشيات إيران لأنها تريد السلطة والشعب ميت من الجوع. أخوكم أحمد من مصر. شكرا جزيلا يا أحمد. معنا اتصال السيد أبو علي من لندن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا اليوم اليوم بالضبط صار 4 أشهر. أي. شكلت يعني انتهاء الانتخابات. نعم. ولحد الآن كل شيء ماكو. أي دولة بالعالم حتى بالصومال من يصير انتخابات. نعم. بالليل تطلع النتائج 3-4 أيام تشكل حكومة. إلا في دولة الحسين
هم يقولون هاي دولة الحسين ودولة المهدي في العراق. صراع الكراسي، صراع السلطة. زين أنا أسأل المطبلين مقتدى، دول المطبلين المقتدى زين، مع الأسف حتى بعض الشيوخ العشائر مطبلين المقتدى يدعون نفسهم هم من الثوار زين. مقتدى عندنا 72 كرسي، ما أدري 74 كرسي، ليش بس شكلون حكومة؟ ليش يجي هذا إسماعيل قاني زين يجي يأمركم بتشكيل الحكومة؟ ما جاء أفتهم ليش هذا الصراع، وإلى متى هذا الصراع؟ إلى متى هذا الصراع؟ لما يقول إنه هي لا شرقية ولا غربية، طيب ماشي لا شرقية ولا غربية، لما يقول إنه هي حكومة أغلبية وطنية، الأغلبية من؟ لما اليوم نشوف إنه 85% من الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات بحسب تصريحات هؤلاء نفسهم، يعني على رأسهم أياد علاوي اللي قال، وهو جزء طبعا من عملية سياسية، اللي قال بأنه 85% من الشعب قاطعوا الانتخابات. طيب أغلبية وطنية، هذه الأغلبية تمثل من؟ هذه الأغلبية بالنسبة لهم تمثل الميليشيات والعصابات. عم العراقيين الأصالة الشرفاء ما طلعوا للانتخابات، كل ما هنالك طلعوا مرتزقة، طلعوا أصحاب الرواتب 6-7 رواتب من يعني هم دول أهل الميليشيات طلعوا ينتخبون. زين مو مشكلة، طلعتوا سويت انتخابات وسويت مسرحية الانتخابات وجبتوا 74 كرسي، ما أدري 72 مقعد بالبرلمان. ليش ما تشكلون حكومة؟ ليش ما تشكلون حكومة؟ خنفتين يا عم، خنفتين شكل حكومة، خنفتين حتى ورا سنة احنا الثوار نسقط هاي الحكومة وهاي الميليشيات. لما نشوف اليوم انه يطلع خطاب من الصدر للتهدئة مع الخزعلي، خاصة بعد التصعيد اللي صار بيناتهم بين ميليشياتهم في محافظة ميسان، شلون يريد الصدر هو أو غيره من يدعون الإصلاح أن يعالج الملف الأمني ويسيطر على سلاح الميليشيات، وهو ويا أول دقة ويا أول تصعيد اعتذر وطالب، مو اعتذر يعني طالب بأنه يكون هناك تهدئة، ويكون هناك وطبعا سيتبرأ من يظل حامل السلاح أمام الخزعلي وجماعته. هذا شلون يضمن العراقي أنه هذا الشخص هو وحزبه أو أي واحد منضم إليه أنه ممكن يعالجون الملف الأمني؟ كلهم ميليشيات مجرمين، كلهم ما لهم ضمان ولا لهم أمان. هذول جربناهم من 2003 لحد هذا اليوم. بعدين هو هذا يحكي على الميليشيات، سرايا الإسلام مو ميليشيات، تيار الصدري مو ميليشيات، يطالب من الميليشيات، يطالب من الولائيين الإيران تسليم السلاح بيد الدولة. أنت ليش ما تسلم السلاح بيد الدولة يا مقتدى الصدر؟ ليش ما تسلم السلاح بيد الدولة؟ لو بعدين أنا سمعت مقتدى يريد 100 مليون توقيع على مود يريد يكشف مال جرائم سبايكر. يعني ما أعرف شنو المسرحية أمام الشعب العراقي. جرائم سبايكر أنت يا مقتدى مسؤول عليها، والمالكي مسؤول عليها، وقيس الخزعلي، وهادي العامري هذا العميل الخائن، كلكم مجرمين، خونة، عصابات، إرهابيين، دواعش تابعين الإيران. ما على الشعب العراقي أن يثور ويدخل إلى الخضراء ويسحولون بالشوارع دول المجرمين القتل الإرهابيين الدواعش. طيب أشكرك يا أبو علي من لندن. مشاهدينا الكرام، طبعا ضمن التساؤلات التي تطرح أيضا، أليس مقتدى الصدر وقيس الخزعلي وهادي العامري ومن لف لفهم قتلت متظاهرين ومرتكبي انتهاكات ترقى لجرائم حرب بحسب العراقيين؟ فهل يرجى من هؤلاء أي تغيير على الصعيد الأمني، السياسي، الاقتصادي، الصحي، التعليم، القضائي وغيرها من الصعد التي يعاني المواطن العراقي على مختلفها في جوانب الحياة المختلفة بسبب حكم فاشل طيلة 18 عاما كان هؤلاء أساس هذا الحكم وأعمدته، التي كما هم يقولون في وسائل الإعلام التي لولاهم لما تشكلت هذه الحكومات؟ عباس من بغداد، تفضل يا عباس. عباس
عباس. نعم. نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون فقط لو سمحت، حياك الله. سيد عباس حياك الله، نص صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط. ألو. تفضل يا سيد عباس. شنو الحلقة اليوم أستاذ محمد؟ اليوم يا سيد عباس بدنا نتكلم عن تشكيل الحكومة الجديدة، هاي الحكومة مدى تتشكل؟ واكو صراعات ما بين الأحزاب. شنو رأيك باللي دا يصير؟ والله أستاذ محمد الحكومة ما تتشكل إلا يوم الحكومة، لأن هاي صار لنا 13 سنة. إي. لا حصلنا ولا حصلنا. الغذائية ماكو. النفط وصلنا 50 متر مكفي. الرعاية يوميها متحكم في الشعب. نعم. التقاعد ما عندنا قرية داخلية. يعني شو حتى من الاشياء اللي نعم. تعذب حتى تعذب يعني تعذب شكل. واحنا قاعدين هسه في مكان يعني قاعدين ما ورد جت ورد ما حصلنا ولا حصلنا وعندنا خدمه 25 سنه وكل شيء ما يطالب. ما عندك تقاعد؟ شنو بيسالي؟ شنو بيسالي؟ شنو بيحكي؟ سيد محمد سيد عباس ما صار في لك ما يصرفوا لك تقاعد؟ والله عندي والله عندي عندي اثنين معوقين وهذا ليلة حطين بطال زين وهالسالفة زين؟ نعم. يعني يعني عن شكل علما علما مستقلي هي امريكا هي أنا عندي بس أستاذ محمد تقاعد مالي زاد هم 400 من المولد. للأسف فقدنا الاتصال ويا سيد عباس من بغداد. أتمنى صوتك يوصل يا سيد عباس لمن يهمه الأمر بشأن قضاياك ومشاكلك، وهذا لسان حال كثير من العراقيين مشاهدينا الكرام أصحاب حقوق قدموا خدمات لهذا البلد، تعبوا واجتهدوا من أجل نهوض هذا البلد، وكما يقول 25 سنة وماكو أي تقدير من هذه الدولة، في حين نائب برلماني يدخل إلى البرلمان 4 سنوات لا يقدم فيها أي شيء، مجرد صراخ ومهاترات وصراعات سياسية وعقود وصفقات وابتزاز وغيرها من هذه الدروب الفساد، وبعدها يخرج على التقاعد، يحال على التقاعد من قبل الحكومة. هل هكذا هو نظام العدل في هذه الحكومات؟ في زمن حكومات الاحتلال هل هذا هو العدل أصلا الذي وعدت به هذه الأحزاب أو وعدت بتطبيقه قبل احتلال العراق؟ أبو شيماء من بغداد تفضل. الله يسعدك أستاذ محمد. حياك الله يا أبو شيماء، أهلا وسهلا. شكرا. الله يحفظك أستاذ محمد. هاي التصوير بالأمر بالمحافظة ميسان هاي كلها مؤامرة دولية. أها. لأن اللي يصيرون يصير احتلال بين الشيعة وغيرها دول، فشوف راحوا نسووا بهالدواعش ما فعلوا بالاخوان السله، جروا على الشمال قليل هذول الشيعه بس يختارون وما تصير ان شاء الله التقاتل بين الشيعه. فهاي منو اللي يريد منو اللي يريد يا ابو شيماء؟ ابو شيماء منو اللي يريد يسوي تقاتل ما بين الشيعه؟ دول الخليج سعوديه. شلون هذا الكلام جبته؟ يعني شنو دليلك على هذا الكلام؟ سيد ابو شيماء بس على كيف لحظه، شنو دليل حضرتك على هذا الكلام؟ استاذ العزيز هذا مؤامره، لانه من دزم الحق بوسي والامارات وقال لي بالك سوى شق بين الشيعه والامارات. سيد ابو شيماء عفوا يعني بس اسمح لي، احنا هنا ما قاعدين بقهوه، يعني اذا قالوا له دير بالك وما دير بالك، انا من اسال حضرتك شنو دليلك، شنو اثباتك على هذا الكلام؟ اتمنى تعطيني مصدر لخبرك او مصدر لمعلومتك، احنا بالنهايه تعرف يعني ما نريد نذب كلام ما له دليل. حطيك مثال انه هذا الكلام اللي تتفضل به حضرتك كلام قد يكون غير دقيق. مقتدى الصدر ابو شيماء اسمعني. مقتدى الصدر اسمعك يا ابو شيماء تسمعني؟ الو ابو شيماء، يبدو ابو شيماء ما يسمعني. عموما يا ابو شيماء ارجو منك تحاول الاتصال بينا مره ثانيه. أكبر دليل على أنه هذا الموضوع موضوع السعودية والإمارات ومن هالكلام أنه دا تريد تسوي
قتال شيعي شيعي ومن هاي الترويجات الميليشياوية اليوم اللي مطلوقة، أن مقتدى الصدر أحد الأطراف الموجودة ضمن هذه العملية السياسية ومحسوب على طائفة معينة، وأحد الذين يتحدثون بقتال شيعي شيعي هو من الأطراف التي ذهبت لزيارة المملكة العربية السعودية والتقى بقيادات سعودية هناك ومسؤولين وغيرها. والسعودية لديها تعاون أو تعامل مع حكومات الاحتلال الموجودة، لديها تعامل، قد يكون هناك مصالح تجارية، مصالح اقتصادية، سياسية، بغض النظر كل دول العالم، الإمارات والسعودية وباقي دول المنطقة العربية والدول العالم تعترف بهذه الحكومات، تعترف بهذه الأحزاب، تعترف بهذه الشخصيات الموجودة ضمن من يحكمون العراق. إذن لو كان هناك عداوة لكان الموضوع هناك قطع علاقات، ولكان هناك موضوع تصعيد إعلامي، ولكان هناك موضوع يعني مثلا ما يقبلون أو يرفضون أن يأتي مقتدى الصدر إلى السعودية، أو أصلا لا يفكرون بهذا الموضوع، لكن يبدو أن الموضوع طبيعي. وهنا طبعا يعني يدحض هذه الأطروحات اللي تتفضلون بها. موضوع الصراع الشيعي الشيعي هو خطاب ميليشياوي أكثر منه حقيقة، والدليل أنه الشعب العراقي شعب واحد، وشيعة الجنوب المواطنين العراقيين صف واحد، أنهم في كل المظاهرات خرجوا معا، وفي كل الأحداث التي تمس واقع حياتهم يتكاتفون من أجل الوقوف أمام الظلم. هذا واقع حال، والسنة كذلك مع الشيعة موجودين في العراق على نفس النهج، تكاتف وتوحد، وهناك أمثلة وأدلة كثيرة. أحداث اللي صارت من قضية النازحين والمهجرين، خرجت حملات دعم من العراقيين من وسط وجنوب العراق من أهالي هذه المحافظات في سبيل دعم إخوانهم النازحين، في الوقت اللي زعماء هذه الأحزاب وحكومات الاحتلال لم تنظر حتى إلى الفقير في الجنوب أو إلى المهجر في المناطق أو المحافظات المنكوبة. عبد الرزاق من بابل تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أتمنى عليك. نعم. أي واحد يحكي لي بالعالم المذاهب شيعي سني أتمنى عليك أن ترد معه على حقه، يعني ما تجاوب وياه، لأنه هذا السب مال الشيعي شيعي سني هذا مو أسلوب العراقيين. نحن العراقيين بلد واحد. نعم. ومصيرنا واحد، لكن هذه الميليشيات والكتل مالتها والقادة مالتها دولة مو مواطن عراقيين، دولة مدفوعين من الخارج ومدعومين من الخارج. نعم. فهم يبدون يقسمون البلد. فشوف الخطاب مالتهم شيعي شيعي، يعني انت انت رجل مسلم تجيب الشكل حكومة تحكيل بخطاب شيعي، عيب عليك انت وانت تبدل العراق اليوم. دولة يا أخي دولة ما يمثلون العراق. نعم. دولة ما طارئين على العراق. وأنا قلت قد مرة المرات قلت دولة مستوطنين مو مواطنين. فاللي يفكر بهيك خطاب بالنفس الطائفي بالنفس المذهبي هذا إنسان مذبوح، هذا ما عنده تاريخ وما يعرف أصله. العراق أكثر منه، الشعب العراقي أكثر منه. سيد عبد الرزاق، يعني سؤال لو سمحت، اليوم لما يروجون لهذه الأفكار وصراع داخلي وحرب أهلية وغيرها، ليش في هذا التوقيت خرج هذا التصعيد في الوقت اللي يتصارعون على المناصب؟ يعني معقولة صدفة أنه يكون هناك تصعيد واغتيالات ما بين الميليشيات وحزب الله، ميليشيا حزب الله تدخل الأنبار وعملية حرق لمصارف للأكراد وغيرها، معقولة كلها كانت صدفة تزامنا مع تشكيل الحكومة؟ أستاذ محمد، شوف بالنسبة لمدينة العمارة هذا صراع على النفوذ على المنافذ الحدودية، هاي إن شاء الله بتيجي، وأيضا هو صراع بين حزبين بين العصائب وبين جماعة مقتدى، هاي إن شاء الله ما معروفة. بالنسبة للفصل المسلح اللي بيخل الرمادي هذا أدى يعني أهداف اللي هو إثارة النعرات الطائفية من جديد، لأنه البلد الشرقي والبلد اللي دمر العراق عرف نفسه بالانتخابات خسر، فيريد أي صورة كانت، يعني أقصد عن إيران يعني خسرت حتى يعني حلفائها، يعني شافت حلفائها خسروا بالانتخابات، تحاول بأي طريقة كانت أن تفعل
مفاعيلها بانه تدمر البلد حتى على مود تعيد السيطره من جديد، والا ما يعني هو هذا اللي تريده ايران. وشيء اخر تريد تخلق الفتنه هنا بالداخل لاجل شوف مؤتمر سيما اللي راح يصير هذا الشهر 13 ان شاء الله على ما اعتقد. فكل هذا ايران تريد تخلق من هذه البلد تخليه يعني معناته لما تروح تفاوض بانه احنا نقدر نسيطر على هذا البلد، تقول خلي هذا البلد مستقر ناخذ معكم اللي يريده واللي يبغى مصالحنا، فهم يتفاوضون المصالحهم عن طريق العراق. فهذا ايران، ايران هذا اللي الشغل مالته، يعني دمرت اليمن، دمرت سوريا، دمرت العراق، دمرت لبنان لاغراضها الخاصه ولا تعقب. بس يا ريت عندنا ناس وطنيين يحسون بهذا السياسي. حتى مو اذا نريد نحكي يعني بالمذهبيه هذه اذربيجان يا اخي، مو هذه هم الشيعيه. وشوف اذربيجان الدوله مالتها مستقله وما تسمح لاي راي يتدخل. دولة شنو دولة من يا صديق من يا جار من يا عرق يا اخي، حتى مو ما يصير هيك شيء. هذا بلدك هذا العراق. بس انا قلت يعني كلام قلت دولة مستوطنين ودولة دخلاء على العراق، والا العراق ميت. نعم، اشكر حضرتك السيد عبد الرزاق من بابل، وصلت الفكره. مشاهدينا الكرام، خلونا الان نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث. مشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD، ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر في حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين بشأن قضية تشكيل الحكومة القادمة في العراق وهذه الصراعات والتصعيد الحاصل ما بين الميليشيات وتحديدا ما بين قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وميليشيا السرايا والعصائب في محافظة ميسان من اغتيال قيادات وزعامات ميليشياوية تابعة لهما. وهذا الموضوع أيضا يطرح تساؤلات عديدة، كيف سيكون شكل الحكومة القادمة في ظل هذه الميليشيات وتواجدها ونفوذها وسيطرتها، وأيضا بعد أن وصل الحال أنه مقتدى يقول على الخزعلي بأنه نحن أشقاء أو أخوة والمفروض السياسة ما تخرب بيناتنا. كيف سيضمن العراقيون أن يكون الصدر الذي يدعي الإصلاح والذي يتحدث عن حكومة وطنية والذي دعا دائما ويقول دائما بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، كيف له أن يحقق ما قال وينفذ ما وعد، خاصة وأن هو زعيم ميليشيا ولديه سلاح ولم يستطع أن يستمر بالوقوف أمام قيس الخزعلي لفترة وخضع وفي النهاية قال بأنه نحن أخوة. إذن ما الضامن أن يكون هناك نزع لسلاح الميليشيات وأن يكون هناك حفاظ أو حفظ للأمن في العراق واستتباب النظام والقانون في فترة حكم مقتدى وأنصار مقتدى وميليشياته؟ معنا سيد طه من الموصل، تفضل حياك الله. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله، اهلا وسهلا. في البدايه شكرا لقناه الرافدين، لقناه الشعب. الله يسلمك. الله يعزكم. انا اشوف يعني من نظري فيه ولو تشكلت ألف حكومه. نعم. يعني ما زال موجود تدخلات خارجيه ما راح نقدر نسوي كل شيء. ومثل ما يقول اذا عائله اذا بيناتهم ما متفاهمين، هم اذا سياسيين بيناتهم ما متفاهمين. تريدهم تحطون عينهم على الشعب؟ نعم. وانا جايب لك كمان من اطفال المفقودين من محافظه نينوى من منطقه الرجاجه. نعم. احدى الفصائل في 2014 2015 اخذوا 1800 شخص من محافظه نينوى. نعم. لك علم بها يا استاذ؟ شيء اكيد. نعم. تحملوني امانه انه اطرح بهذا الموضوع. شنو وضعهم يا سيد ابو سيد طه، وشنو حال هؤلاء الان في ظل هذه الظروف الصعبه؟ سيد طه السابق سيد طه
تسمعني؟ نعم اسمع. راح صوتك. بدي اقول لك شنو وضع ذوي هؤلاء المغيبين الان يا سيد طه في مدينه الموصل او محافظه نينوى بشكل عام؟ ايه محافظه نينوى عندنا 1800 شنو وضعهم؟ شنو وضع ذويهم الان يا سيد طه؟ والله وضعهم يعني لا مخابره لا شيء، يعني من 2014 لحد 2015 هم ياخذون بهم في منطقه الرلمجان بالتحديد. نعم. لا لا مسؤول جدال وينهم، لا احد لا شيء، لا يعني نطالب من الحلبوسي ومن رئيس الوزراء ان يفتح هذا لك. نعم. ونطالب من قناتهم الموقره. نعم. يعني هم تكون ويانا يعني يشهد الله والله العظيم والله يعني حالتهم يرثى لها 1800 واحد مفقود. نعم. والله اهل ذولا ال 1800 يا سيد طه، اهل ذولا شلون عايشين؟ نعم. شلون أهل المفقودين شلون عايشين؟ شلون أمورهم؟ والله أمورهم يرجع لها، يعني المعين ما لهم راح، يعني ما يعرفون شو يسوون، يعني راحوا أكثريتهم يسوون تقاعد وهم من كبار ومن ضمنهم أنا عمي اللي أخذوه، يعني يعني رجال مسن بالعمر كبير جدا، والله خذوه والله هذا مع داعش وخذوه وراح. سيد طه نتمنى ان شاء الله صوتك وصوت من حملوك الامانه يوصل ان شاء الله لمن يهمه الامر، وباذن الله لعل وعسى تكون يعني ان شاء الله اكو هناك حل او يعني بارقه امل او فد طريقه ينتهي بها هذا الموضوع، هذه المشكله تنتهي، مشكله المغيبين والمفقودين بحسب تقرير منظمه هيومن رايتس ووتش وكذلك بحسب تقرير لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، هناك أكثر من 250 ألف إلى مليون شخص عراقي مفقود ومغيب في زمن حكومات الاحتلال. مشاهدينا الكرام، أرقام مخيفة جدا عن مغيبين ومفقودين، وذويهم طبعا يعانون من ظروف الحياة القاسية، من غياب المعيل وظروف أخرى كثيرة، يعني في وقت صعب للأسف أنه يكونون في هذه الظروف تحت رحمة ميليشيات وأحزاب طائفية. عندنا عمر من بغداد، تفضل. السلام عليكم سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لقناة الرافدين الباقلة الشريفة. حياك الله. بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة، أو من راح انتخاب؟ شو هم نسبة المشاركين بالانتخابات 8%؟ يعني هم يريدون الحكومة أمهم حتى يذبحون الشعب العراقي كله، طابوا قد شوية هو الشعب راح يذبحوه كله. نعم. وصراع على كراسي وإحنا استفدنا من مقتضى الصدر رجوع راح للحكومة، استفدنا من المالكين كلهم عملاء كلهم نفسهم بينهم. نعم. إي وحتى الله ونعم الوكيل عليه. سيد عمر سؤال لو سمحت، إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني هو شخص قيادي عسكري، إيش عنده رايح جاي على مقتدى الصدر وشخصيات سياسية وأحزاب في هذا الوقت بالتحديد، هذا الوقت اللي دا تتشكل به الحكومة، اللي دا تصير به اجتماعات من الأحزاب، اللي دا يتصارعون بيناتهم حتى يخرجون بشخص رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ليش إسماعيل قاآني رايح جاي زيارات؟ إيش عنده؟ الولي الفقيه بالجري ما بين حليف خوف ومعين بما يشكل الحكومة عن طريق العراق بعد ترى عن طريق الولي الفقيه بالجري خاني والله احنا شعلنا من جهاتي من قريب ولا من بعيد شعلنا من جهاتي يصير أبو دراما وأبو حمار وأبو حمار تدخل فيهم تشكيل الحكومة بس العراق يصير من مستوى الصدر هو اللي يخابرهم هو اللي يحملهم. أشكرك يا سيد عمر من بغداد. أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. فقدنا الاتصال. أبو عبد الله من صلاح الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز شلونك؟ حياك الله. ما افتهمت سؤالك للحلقة شنو؟ اليوم الموضوع يا سيد أبو عبد الله عن تشكيل الحكومة وصراع الميليشيات بيناتهم في سبيل الحصول على المناصب، أنت برأيك هل تتوقع أن يكون هناك اختلاف بشكل الحكم في ظل وجود هاي الأحزاب والميليشيات؟
انت حتقول الحكومه تشكل حكومه ضد الميليشيات. هم الميليشيات نفسهم القاده مالتهم الكتل الكبار. نعم. يعني شلون تشكل حكومه؟ كل من يريد يبوق من هذا الشعب ويبوق الخيرات هذا لهذا الوطن هذا ما قال الوطن. نعم. هذا الوطن الوطن وطن له تاريخ. نعم. وجت ناس قرده ويقودهم سليماني وغير سليماني ماكو، وهذا اللقب الحرس الثوري اللي بإيران يعني أبو الحرس الثوري اللي جالين عدنا رباني. مو عندنا دكاترة وعندنا ناس واصلة وعندنا بروفيسورات وعندنا هذول. بس هذول الناس الأشراف تحبت نفسها، هذول شلة حرامية ما يرامون ياهم. أنا بس عندي سؤال يا سيد أبو عبد الله، بعد الأحداث اللي صارت بمحافظة ميسان من اغتيال قيادات بالسرايا وبالعصائب، طلعوا وقالوا احنا اخوه والمفروض السياسه ما تخرب علاقتنا، هم مو ذولا نفسهم المتهمين بقتل المتظاهرين وبقيه العراقيين؟ اذا شنو الاختلاف اللي حيصير بالمشهد؟ هذا ابو الحرس الثوري شو اسمه؟ قاني. جاء قاني، جاء بحقهم بالنجف وقال لهم لازم تصطافون. وحيدي لك هاي مو خلافات، ما في خلافات بيناتنا، بس هي كلب خلافات إلى قطع النفس بيناتهم. بس من يجي أبو إيران يقول لهم هاي يصير وهاي يصير، لأن هي خلت مشيهم إيران. نعم. الحلبوشي تمشي إيران. الحلبوشي من ضمن الشروط مال قاسم سليماني ما يفتح الملف مال المغيبين. نعم. هاي الحلبوشي خاف يقول لك أنا شريف وبيجي زي شاربة، هذا الحكي خليعوفه. اكو ناس يقولون يعني عندنا احد المشاركين شي يقول حتى نقرا الرساله مالته وهاي اريد منك جواب عليها. يقول لك محمد الحلبوسي مناسب للعراق وهو الذي سوف يغير العراق بالكامل. مين جاب هاي المعلومه؟ يعني هذا راح يغير العراق محمد الحلبوسي يغير العراق. نعم، حيغير العراق وهو رجل العراق. نعم، هو رجل العراق. بحسب الاخت، اعتقد الاخت اي يمكن ناس حرامي عمي. رجل العراق صدام حسيني وصدام حسين، هذول كلهم حساله. طيب سيد ابو عبد الله من صلاح الدين اشكرك. عندنا ابو مروه من كربلاء، تفضل. شكرا اخي العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا عندي رأي فيما يجري في محافظة ميسان. تفضل. أنا متشائم جدا على المرحلة الجاية. ليش؟ هذه رسالة مفادها إن لم ندخل في حكومة توافقية فهذا اللي ترى راح يحدث بالعراق بالمستقبل. يعني اذا ما دخلنا، هاي الاطراف تقول اذا ما دخلنا مع الحكومه في هذه المرحله فسنثير هذه الفتنه في الجنوب. فعلى الشعب العراقي ان يفهم احنا الشعب العراقي ما ان لا ناقه ولا جمل. نعم. اعلموا يا شعب العراق. شكرا جزيلا. نعم سيد ابو مروه، يعني موجود ابو مروه وياي؟ السيد ابو مروه، للاسف فقدنا الاتصال ويا السيد ابو مروه من كربلاء. اشكره للمشاركه، كلام مهم وسليم للغايه. طبعا عندنا السيد ابو هلال من حلبجه، تفضل يا ابو هلال. السلام عليكم. انا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لقناتكم الشريفه الوقر. بس انا محمد يمنا بحلبجه عليها تشويش القناه مالكم. شلون يا سيد ابو هلال، شلون طالع لك التشويش؟ والله يوقف الخط، شو اسمه، صوره توقف ويضيع الصوت. ها سيد ابو هلال، تقدر ترد تنزل التردد او تكتب التردد؟ انا لا كملت التردد يعني على الجديد. نعم يعني كمل كل شيء، ما بس عليها تشويش هناك يمنا. اها حاول سيد ابو هلال اذا تسمح من جديد انه ترد تنزل. نعم. التردد نفسه اللي هو 1 0 7 2 7 افقي، نزله مره ثانيه بلا زحمه عليك،
لانه قد انه باعتبار انه احنا انتقلنا هسه على بث جديد ممكن الشاشه وياك الصوره نعم. اختلفت، فحاول اذا تقدر بلا زحمه تنزله. انا حنزل التفاصيل في نهايه الحلقه، خليك ويانا، بس اريد منك تعليق سيد ابو هلال بما انه انت موجود عن الصراع اللي حاصل اليوم من اجل تشكيل الحكومه. هاي الحكومه اللي هي يقول عليها مقتدى لا شرقيه ولا غربيه، حتكون فعلا لا شرقيه ولا غربيه؟ بالله انا محمد، هذول الاحزاب ابد ما يصير ابد نعم هذول الاحزاب ابد ما يكفرون بيناتهم ويدوم يعني يصير مشاكل بيناتهم. لا ابد ابد ما يتوافق هذول الاحزاب، الاحزاب الايرانيه ابد ما يصير بيهم، يعني الوضع العراقي ما يتبدل ترى. نعم انا نعم يا ابو هلال. والله اخويا يعني انا الوضع اللي اشوفه هناك انا كنت من حلبته. نعم. بالله يعني اشوفه اتابع من البدايه، اتابع قناتكم الشريفه يعني الوطنيه صدق وطنيه. نتشرف بك يا ابو هلال. اشكرك يعني محمد. الله يحفظك يبارك بك ان شاء الله، شكرا جزيلا سيد ابو هلال من حلبته. مثل ما قلت لك سيد ابو هلال ارجو منك تعاود انه تتنزل المحطه مره ثانيه باستخدام نفس التردد، لعل وعسى انه المشكله قد انه احنا باعتبار غيرنا نظام البث وبالتالي قد اختلف عندك الوضع شويه. بعد قليل حننزل الصوره بها التفاصيل ان شاء الله. لكن هناك اجتماع جرى خلال الاسبوع الماضي او خلال هذا الاسبوع جرى في محافظه النجف بين قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قااني ومقتدى الصدر لبحث الازمه السياسيه الحاليه في العراق. شعل اسماعيل قااني بالأزمة السياسية الحالية في العراق، إذا كانوا هم يتحدثون عن قرار مستقل ودولة ذات سيادة وذات استقرار واستقلال بالقرار، ما الذي يفعله اسماعيل قااني في العراق؟ وما دور قائد عسكري بأن يناقش القضايا السياسية في العراق ويناقش قضايا سياسية داخلية؟ كيف يسمح أصلا هؤلاء الذين يدعون الوطنية بأن يقبلون أن يأتي قااني وغير قااني ليناقش قضايا حساسة ومهمة، وخاصة أن إيران عليها علامات استفهام وشبهات، وإيران متورطة بالشأن السياسي العراقي، وبالتالي السماح بحد ذاته يؤكد الشكوك التي تدخل في أذهان جميع العراقيين والتساؤلات التي يطرحونها بمجرد ما يشاهدون قاسم اسماعيل قااني ياتي الى العراق. معنا اتصال اخير ابو علي من الناصريه، تفضل. الله يسعدك ابو جاسم، شلونك؟ حياك الله يا ابو علي. شلون طلعت؟ الله يحفظك، الله يحفظك، بس نص صوت التلفزيون يا ابو علي لو سمحت على الاخير. اي لفيت الله والديك حياك الله يبارك بك حياك الله. والموظفين الله يساعدهم. حياك يا ابو علي. التعليق من التعليق من هذا اي الشهر علي مليان يعني. شلون عفوا؟ الشهر اليوم علي من يعني انت يعني الموضوع 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 ابو علي انا الوقت كلش ضيق، حطيك الموضوع باختصار، اريد منك تعليق. اكو صراع ما بين الميليشيات على المناصب على الحكومه، وبعدين الموضوع اللم بيناتهم وطلعوا اخوه وحبايب مثل ما هم قالوا. ذول الاخوه والحبايب المتهمين بقتل العراقيين، شلون شكل الحكم حيكون تحت ايدهم؟ ابو جاسم هم ذول تدري شنو؟ هذول كلام شيء، هذول هم لعب شيء، هذول تاع اعداء تاع اصدقاء، هذول متامرين على الشعب، احنا ما لنا علاقه بهم، خلي يذابحون. نعم. خلي يذابحون، ماكو عساهم الا الجحيم، احنا ناس ما لنا علاقه بهم، احنا لا وياهم لا ويا زيد ها ولا ويا بيت. نعم. هم ذولا شوف على الكراسي زين على الزياده ذولا ذولا على ما يذابحون ذولا عرفوا؟ هذول منافقين او كذابين اتورى من عندهم الاسلام ذولا، ذولا ناس مو اسلام ذولا، ذولا انا بس انا اعتبرهم ذولا ذولا يعني مو اسلام ذولا، ذولا هم اعداء الاسلام، ذولا مطايا امريكا ما شوف مطايا ايران يسمونهم، ما سامعنا؟ نعم.
المطايا مال ايران، الدوله لايران، يعني عبيد لايران مو للشعب دول. دولات مجرمين هم دول. ترى قيس الخزعلي، قيس الخزعلي ما راح يزعل من هذا الحكي، قال في لقاء سابق اني افتخر انه اكون ذيل لايران. ذيل مو ما يستحي هذا، كاولي هذا. هو انا ماكو مثل كاولية زايحة هي الأرض. هو هذا كله بيان. شوف بالسقوط كان يشتغل شو اسمه؟ عبد السدر قاوتش كان يشتغل هذا. كان يشوف التاريخ مال هذا ماكو، كان ديلات ما عنده هذا، كان دايع بالصحن. أبو علي نعم أبو علي وصلت فكرتك. أشكرك شكرا جزيلا. أعتذر الوقت وقت البرنامج انتهى. قبل الختام مشاهدينا الكرام وأيضا السيد أبو هلال من حلبجة اللي خابر قبل شوية، نود التذكير أن قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022 هذا الشهر. أمام حضراتكم الآن الصورة بها التردد نفسه 1/0/7/2/7 أفقي على النايل سات. يرجى من اللي يواجه مشكلة باستقبال القناة بشاشة كاملة أو مثلا بث متقطع أو غيره، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على نفس التردد حتى تظهر له القناة بنظام البث الجديد. ونود التنويه لأن النظام البث الاس دي سيتوقف العمل به في تاريخ 28 من شباط فبراير من هذا الشهر، لذا اقتضاء التنويه. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.